صباح الخير يا اولاد، كده الصوت واضح عندكم؟ حد يقول لي اه؟ صباح النور يا دكتور. اه واضح. صباح النور، الحمد لله. النهارده هنتكلم على يمكن موضوع بدأناه في اول الليكتشر، ان احنا كنا بنتكلم على الديجيتال سمايل ديزاين. النهارده عايز اكمله، لو تفتكروا في اول محاضره ان احنا قلنا في الديجيتال سمايل ديزاين ان انا لازم بعمل اناليسز الاول، بعمل الفيشال اناليسز، بعمل جينجيفال اناليسز، ليبيال اناليسز، اند دنتال اناليسز. بعد كده الخطوه الثانيه المفروض ان انا بعمل كرييشن، بعمل ديزاين اوف الديجيتال سمايل. يبقى الاول انا بعمل التحليل بتاعي، بعد كده ببدا انفذ وباخد المعلومات وابدا اعمل الديجيتال اللي هي سمايل ديزاين. طيب عايز اتكلم على اللي زي ما قلنا الديجيتال سمايل ديزاين ايه هي. هو ده يعني برنامج معين بيبقى مالتي يوز نظري، وبقدر اطبقه، باخد المعلومات وبطبقه. إن أنا عشان أخد أحسن شكل، أحسن استاتيك بالنسبة للبيش. وبيشترك في البرنامج ده كل أول البرانشز أو الكيمستري. يبقى بداية لما بقول على الدينتال سمايل ديزاين، it is a multi-use conceptual tool ذات كان اللي بيها بعمل strengthen للdiagnostic vision، بعمل improve للcommunication and enhance predictability throughout the treatment. ده تعريف اللي هي الdental أو الdigital smile design. الديجيتال سمايل ديزاين بيعمل ايه؟ اول حاجة انا بعملها بتسمح لي بايه؟ بيسمح لي ان انا زي ما قلنا في المحاضرة الاولى ان انا الديجيتال سمايل ديزاين لاوس اللي هي ان انا اعمل كيرفول اناليسيس في ايه؟ اوبيشن فيشال اند دنتال كاركترستكس. مش بس كده، أنا كمان ممكن along with any critical factors that may have been overlooked during clinical photographic or diagnostic cast based examination. يعني اللي هي الديجيتال سمايل ديزاين دي الميزة بتاعتها، او هي بتسمح لي بايه؟ الديجيتال سمايل ديزاين بان احنا بنقول ان هي انا بعمل بيها اناليسز لكل الحاجات، سواء ان هي فيشيال او ديجيتال او ليبيال او جينجيفال، بعمل للكرايتيريا بتاع البيشنت. ده كمان وانا بعمل الاناليسيز ده اي اني كريتيكال فاكتورز may have been overlooked، يعني ما خدناش بالنا، ده انا ممكن ان انا برضو بعمل له فحص مع اللي هي فيه وانا بعمل ديجيتال سمايل ديزاين. طيب الحاجات اللي انا بعتمد عليها وانا بعمل الفيشيال او الديجيتال سمايل ديزاين، ان انا ممكن بعمل كلينيكال اكزامينيشن، ان انا بعمل فوتوغرافيك اكزامينيشن، باخد صور للبيشنت، كمان بعمل اللي هو الدياجنوستيك كاست تيستد بيست ايفالويشن، ان انا باخد له زي ما شفنا بعمل اللي هو الكاست، وببدا اعمل الريليشن شيب بتوين الابر واللور. معنى هنا ان احنا بنقول ان انا المعلومات دي هاخدها وابدا انفذها في
اعمل سكتشز للديجيتال سمايل ديزاين. السكتش ده انا بعمله فين؟ بقولها سكتش ديجيتال سمايل ديزاين سكتشز كان بي بيرفورمد ان بريزنتيشن سوفت وير ساتش اس كي نوت، او ان انا بعمله في برنامج تاني اللي هو مايكروسوفت باور بوينت. يبقى هنا ملخص انا بقوله ان انا عرفت الديجيتال سمايل ديزاين، قلت ان الديجيتال سمايل ديزاين دي بتفيدني قوي ان انا ما بعمل اناليسز للديفرنت كرايتيريا اوف البيشنت سواء ان هي الدنتال او الفيشال او الليبيا او الجينجبال. ده كمان ممكن وانا بعمل الفحص بتاعي اللي هي critical factors that may have been overlooked، عملت الانفورميشن بتاعي، خدت الاناليسيس بتاعي سواء ثرو ان انا عملت كلينيكال او عملت فوتوغرافيك او دياجنوستيك كاست بيزد ايفالويشن، بعد كده باخد المعلومات دي وابدا اعمل اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين سكتشز، البلان بتاعي او السكتشز بتاعي دي بقدر بنفذها كان بي بيرفورمد سواء ان بريزنتيشن سوفت وير اور مايكروسوفت اي باور بوينت، والبريزنتيشن سوفت وير ساتش از كي نوت. طيب انا عندي هنا المعلومات اللي انا خدتها دي مش بتوضح الرؤية، فبقول improved visualization المعلومات اللي وضحت الرؤية دي هتساعدني makes it easier to select the ideal restorative technique. يبقى دي ساعدتني ان انا اخد best way او treatment of choice هنا بعد ما عملت التحليل بتاعي وخدت كل الانفورميشن اباوت سواء انها فيشيال سواء ان هي دنتال سواء ان هي ليبيال او جينجيفال اي انالس. ايه بقى هنا الميزه بتاع الديجيتال سمايل؟ هو از كاركترايزد باي الافكتيف كوميونيكيشن between a dental team. زي الديجيتال مشترك فيها different specialists، يعني ناس من الاوبتيك، ناس من الكراون، ناس من الاندو، ناس من الدكاتره، من السيرجري، من الاورثو، كل دول التيم ده الدنتال تيم. الديجيتال سمايل ديزاين بيبيح لي ان يحصل كوميونيكيشن بين كل الممبرز اوف التيم، وده بيساعد ان يديني الاند ريزلت تبقى كويس. ايه تاني؟ ده ان احنا مصداقا لكلام ان احنا بنقول ان في effective communication between الدنتال تيم، بنقول every team member كل ممبر في التيم ده can add information، بيحط الانفورميشن دايركتلي تو ذا سلايدز، بيقدر يخش في البرنامج بتاعنا ويحط الانفورميشن بتاعه. انا شغال جراحه بقول بعمل ايه او اعمل ايه، انا شغال اوبريتيف بقول انا هعمل ايه او عملت ايه، وان بيبقى في سواء انه بيكتبه ان رايتنج اور يوزنج الفويس اوفر او بالكلام. طب ايه كمان؟ ده كل التيم ممبرز can access the information هو never necessary to review عشان نعمل review نراجع، او to alter عشان نغير، او to add او ان احنا بنضيف شيء جديد elements during diagnostic and treatment phases. يبقى هنا ملخص الكلام اللي قلناه ان ال 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 الديجيتال ديزاين سمايل
دي زي ما قلنا ان هي سيستم احنا بيتعمل بيساعد كل ان احنا ناخد جود اند ريزلت. الجود اند ريزلت دي بتبقى كوبريشن بتوين الديفرنت برانشز اوف دنسري. وقلنا ان هو الاول انا بعمل بروبر اناليسيس سواء هي دنتال او فيشيال او ليبيان او اند جينجيفال اناليسيس. بعد كده ببدا اعمل الديزاين بتاعي اللي هو بنقول عليه ديجيتال سمايل ديزاين. الديجيتال سمايل ديزاين بيبقى فيه كوبريشن بتوين different branches of dentistry. وبنقول ان الديجيتال سمايل ديزاين بروتوكول is characterized by effective communication between all members of the dental teams including the dental technician. طب ازاي في cooperation between all members in every team member can add information directly to on the slides سواء ان هي by in writing or by using the voice of. مش بس كده, the all team member can access يخش يدخل this information هو never necessary to review بعيد بلق نظرة او alter بغير or add elements حاجات جديدة during the diagnostic أثناء التشخيص and treatment phases والعلاج. طيب أنا النهاردة هتكلم على اللي هو الفوتوغرافيك examination. وعلشان أنا هعمل اللي هو digital design smile أنا عندي 6 basic sheets for digital smile design. 6 basic shoots 6 صور for digital smile design. اول صورة عندي اللي هي بسميها face retracted, بصور العيان او الصورة اللي احنا شايفينها الface retracted يعني بعمل retracted front view with زي ما احنا شايفين هنا في الصورة ايه الاسنان apart from each other with teeth apart. هنا الهيد ستريت and انفكسد او ستريت انفكسد بوزيشن, تبقى مستقيمة وفي فكسد بوزيشن ما بتتحركش. نبص لي الاي, الاي اوبن ولا كلوزد, يبقى اي ماست بي اوبن. طب تاني حاجة هنزل ليها بيس look straight to camera lenses. الاي بتبص للكاميرا lenses. glasses if any to be removed. يعني لو انا عندي نظارة المفروض ان احنا البيشن بيخلعها. طب عشان اعمل دايما في عندنا حاجة بسيطة قوي عشان اتأكد ان الاسنان apart from each other بنقول patient have patient say E. هو بيقول E ده عمل لي separation او عمل ان في space between the upper and lower jaw. كمان لازم اتأكد ان انا خد full face photo. الفوتو number one اللي احنا شفناه بالطريقة دي قدامنا بسميه face retracted. retracted ايه؟ يعني راجع بقى احنا هو حاطين الريتراكشن اهو زي ما احنا شايفين. طيب يبقى retraction front view يعني retraction صورة امامية front view. عندي حاجتين مفتوحين عشان ما انساش, teeth apart و eyes must be open. طيب الفيس straight straight in a fixed position. ايه كمان؟ الاي
looks directly أو straight to camera lenses. لو في glasses يبقى it should be removed. لازم أتأكد إن أنا خدت full face photo. دي أول واحدة. Face retracted. تاني واحدة عشان ما انساش هتبقى بس face smiling أو face smile. يبقى تاني position face smile هو نفس البوزيشن اللي فات لكن بشيل الريتراكتور وبخلي البيشنت ask the patient to smile. يبقى هنا بقول ان هي الفول سمايل فرونت فيو انا باخد فول سمايل البيشنت بيضحك فول سمايل بعمل له فرونت فيو الصوره اللي فاتت كان برضه فرونت فيو بس كان ريتراكتد فرونت فيو يبقى ده اللي هي التي سنة أبارت والإنسان لما بيضحك لازم سنانه بتبقى أبارت from each other هنتأكد إن أنا زي ما قلت لكم إن الهيد بوزيشن the same as the photo number one إن هي straight in fixed position وبقول make sure that the head position is as photo one نفس الشيء الـ eye are eyes open eyes open ولو تفتكروا اللي فاتت الـ eyes open وكمان قلنا teeth apart زي برضو الصورة اللي فاتت بعد كده اللي هي طبعا هنشيل الريتراكتور احنا شلنا الريتراكتور وعشان اتأكد ان الاسنان apart from each other بنقول have patient say E اللي هي teeth apart من 1-2 ملي يبقى تاني الفوتو نمبر 2 اللي هي face smile وزي عشان ما نتلخبطش التانية face retracted إنما هنا الفيس smile نفس the same position ال eye open ال teeth apart ال head in straight in fixed position لكن المختلف ان انا باخد full smile front view ask the patient to smile and then take a full smile front view فيها تاني ال head in straight in fixed position ال eye open it is apart the retractor removed the retractor كمان عشان اتاكد ان التيث apart have patient say E عشان يبقى عندي space عشان يبقى teeth apart from 1 to 2 millimeter يبقى هنا اول صورتين خدتهم from view ابدا عشان ما تلخبطش اعمل البروفايل فيو والبروفايل فيو هيبقى تو بوزيشن البوزيشن الاولاني اللي هو بروفايل ريلاكسد اللي هو فوتو نمبر 3 بروفايل ريلاكس اصور البيشنت فروم السايد بروفايل فيو وده هيبقى والبيشنت ريلاكسد يعني التيس اند ليبس كونتاكت تو ايتش اذر يعني جاست ان البيشنت بريز بيتنفس وقاعد في الريلاكسد بوزيشن وبيبقى الاسنان كونتاكت ويز ايتش اذر واللبس برضو بتبقى عامله كونتاكت ويز ايتش اذر فهنا الفوتو نمبر 3 بروفايل ريلاكسد تيك ذا فوتو اوف ذا بيشنت بروفايل ويز لبس اند تيس ان كونتاكت يبقى اول منظر باخده في البروفايل سايد او هنقول عليها نمبر 1 اللي هي بروفايل ريلاكسد شوفوا انتوا في الصوره نمبر 1 اند نمبر 2 كان التيث ابارت الاي اوبن هنا بنقول ان الفوتو ذا بيشنت بروفايل ويز ليبس اند تيث ان كونتاكت طب هنا انا خدت الصوره الثالثه للـ
البيشن وهو بنقول بروفايل ريلاكسد. طب هل ممكن اخد البروفايل سمايلينج؟ هاخد الصورة للفوتو اللي هي بروفايل سمايل. والبروفايل سمايل هي نفس الشيء بتاع البروفايل ريلاكسد، لكن في differences between التو فوتو. اول حاجة ان البيج لازم اتأكد ان الفوتو of the patient side profile with full smile. يبقى العيان لازم يضحك with full smile. take the photo of the patient's side profile with a full smile. Patient making sure that we have the full side profile. يبقى انا خدت هنا full side profile. بتأكد ان انا خدت ال full side profile while the patient is smiling. يبقى هنا الصورة الرابعة. احنا قلنا الصورة الثالثة اللي هو profile relaxing، بيبقى باخد ال patient side profile with ده في الثالثة اللي هي relaxed with the lip and teeth in contact. while ال photo number 4 اللي هي profile smile، the photo of the patient side profile with full smile. لازم اتأكد making sure we have a full side profile. طيب الصورة الخامسة دي مهمة قوي اللي بنسميها 12 o'clock. يبقى هنا photo number 5 اللي هي 12 o'clock. و 12 o'clock يعني اللي هي بنقول عليها one of the most important photo، مهمة قوي. لازم بنتأكد في الحالة دي ان البيشنت is smiling. متأكدين زي ما احنا شايفين في الصورة ان البيشنت is smiling. طيب وايل ان البيشنت smiles، وايل البيشنت وايل smiling هيحصل ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة ده ال edges of the front teeth بتبقى rested on على اللور ليب او على البوتوم ليب. ده كمان لازم اتاكد بيشور ذات ان الايدجز اوف ذا انسايزد تيس كان بي ايزلي سين. فهنا وايل بيشنت سمايلينج لازم اتاكد من حاجتين، ان الابر فرونتال او الفرونت ابر انسايزور ريست اون اللور ليب، ولازم اتاكد من حاجه تانية بيشور ذات ان الايدجز اوف الانسايزور كان بي ايزلي سي. نقولها تاني اهو مكتوبه، وين سمايلينج ميك شور ذا تيس ار ريستينج اون ذا بوتوم ليب. ما احنا شايفين في الصورة ده كمان لازم اتأكد بيشور ان الانسايفل اتش كان بي سي. تمام بيشور كمان لازم زي ما قلنا ان انا خدت فول بروفايل سايد فيو، هنا بقول لك بيشور تو تيك فول فيس. بنتأكد ان انا خدت الفول فيس زي ما احنا شايفين. يبقى تاني ال 12 clock photo، the 12 clock photo is one of the most important photo. ليه؟ لان لازم هنتأكد بقى الحاجة اللي احنا بناخدها هنا دي be sure that the patient is smiling. طيب هو while smiling ايه اللي هيحصل؟ لازم ال upper teeth اهي rest in the lower lip. تمام كمان لازم اتأكد ان انا الصورة بتاعي انا شايف ال edges of the upper incisor be sure that the incisal edge can be seen.
بعد كده لازم اتاكد ان انا خدت فول فرونتال فيو او بي شور تو تيك فول فيس. طب ازاي انا بصور ال 12 كلوك وليه سميناها 12 كلوك؟ انا عندي تو بوزيشن في ان انا اعمل فوتو لل 12 كلوك بوزيشن. يبقى هنا عندي تو اوبشنز فور تيكينج ذس فوتو. عندي تو اوبشن، في عندي تو بوزيشن. البوزيشن الاولاني ان انا بقعد البيشن ان بيشن بوزيشن ذا بيشن اون دنتال تشير ان هوريزونتال بوزيشن زي ما احنا شايفين، وانا هاخدك يور بوزيشن بيهايند ذا هيد اوف ذا بيشن. بعمل دايركتد الكاميرا تو ذا هيد اوف ذا بيشن. بعد كده وانا واقف في البوزيشن ده، وده البوزيشن ده اللي هو 12 كلوك، انا واقف في مكان عرب الساعة وهو الساعة 12. ask the patient to smile، بطلب البيشن وهو نايم وعامل fixation to his head without any movement to للبيشن head، ask him to smile and لما هيضحك العيان هتبان اسنانه. اعمل ايه؟ اعمل ان انا sit the كاميرا او ذا فوكس بوينت، بركز الفوكس بتاعي على السيرفيس اوف الابر فرونت تيس، وفي نفس الوقت اسك ذا بيشن تو ريز هيز اي دايركتلي، يبص تو لوك باك لللينزز اوف ذا كاميرا. يبقى هنا نلخصها تاني، البيشن هيبقى ان على الدنتال تشير زي ما احنا شايفين ان هوريزونتال بوزيشن، الاوبريتور او الراجل اللي بيصور هيبقى ستاندينج بيهايند ذا هيد اوف ذا بيشن اند دايركتد هيز كاميرا للهيد اوف ذا بيشن. زين اسك ذا بيشن تو سمايل، لما البيشن سمايل يبقى انا هعمل سيت the focus point of camera on the libby in the surface of frontal teeth. At the same time ask the patient to direct his direction of his eye to look direct or to look back to the lenses of camera. يبقى تاني نقراها، بنقول patient in dental chair in horizontal position، البوزيشن بتاع البيشن. طب البوزيشن بتاع الفوتوغراف بيبقى take your position behind the head، لو انت اللي هتصور، والوقت فيه دكاترة السنان كتير خدوا الدبلومة بتاع التصوير او بياخدوا كورس بالتصوير، فبقول take your position behind the head of the بيشن and point your camera to the head of the patient زي ما قلنا. طب بعد كده انا هخلي العيان يضحك، يبقى هنا ask the patient to smile. طب الكاميرا بتاعي بقى هركزها اكتر، بدل من ان انا مركز على ال head of the patient، لا ده انا هركزها على ال frontal teeth. فهنا بقول له and the focus point on بنقول and sit the focus point on the front upper teeth surface and sit the focus point، ركز الفوكس بوينت على ال front upper teeth surface. طيب ال eye بقى هنقول before taking the shot ask the patient to look back into the lenses of your camera without moving the head. يبقى هنا هاخد اللي هو 12 clock photo. ممكن the second position for
taking or for taking 12 o'clock photo اللي احنا شايفينه قدامنا. ان البيشنت قعدوا سيت اون دنتال ستول از البوس سبورتد باي از نيز وراكز الالبوس الكوعين راكزين على ركبه زي ما احنا شايفين. البيشنت سواء انه هيز اور هير شود هولد هير اور هيز هيد ان ريست بوزيشن بيبقى حاطط راسه في ريست بوزيشن ما هوش لورا قوي ولا لقدام قوي. في نفس الوقت هيز اي شود ريز اند لوك دايركتلي تو كاميرا لينسز. اسك ذا بيشنت تو سمايل وبرضو هنعمل سيت الفوكس بوينت على اللي بيعمل سيرفيس اوف الفرنتال ديس. هنا تاني نقولها بوزيشن اللي هو اوبشن 2 لي فور تيكينج 12 كلوك فوتو بوزيشن ذا بيشنت ذا ستول ويز زير البوس supported on their knees. الإلبس supported by the knees. طب تاني حاجة ask the patient to hold their head in relaxed position. الهيد لازم تبقى in relaxed position إن يبقى قاعد في راسه في مرتاح لا هي too far ولا too forward عشان ما يبقاش فيه strain على المسلس ويبقى مرتاح. بعد كده take your position هنا بقى in front of the patient and then he or she should make a full smile. ما عمل full smile and raise their eyes into the direction of the lenses of the camera without changing the position of their بين البوزيشن بيبقى in front of the patient. The patient position بيبقى في dental stool بيبقى his elbows supported by his knees and he looks directly to the camera. الهيد should be in relaxed our patient should hold his head in ask the patient in to smile بيبقى عنده full smile بتبقى raise look directly to the lenses of the camera. ده اللي هي number 5 position number 6 اللي بسميه وده سهل قدامنا اهو اللي هو الاوكلوزال بوزيشن. الاوكلوزال بوزيشن ده ان انا بعمل فور الاوكلوزال سيرفيس اوف ابر ارش ودايما بتاكد ان الفوتو بتاعي بيبقى من السنترال انسايزور مينيمم تو بريمولر لازم يبين معاه البريمولر. الفوتو of occlusal view of upper arch occlusal view of upper arch from the central incisors to the first premolar minimum ده اللي هو 6 فوتو. ودولي لما باجي اطبق واعمل السمايل ديزاين ده ديجيتال سمايل ديزاين دولي بيدوني صورة على الحالة كانت ايه والحالة بعد كده اللي هي البري والبوست اوبريتيف فوتو. يعني احنا فهمنا من الديجيتال انتوا بتاخدوا فكرة لان هي دي من الحاجات الحديثة قوي اللي هي الوقت في الماركت لما نتخرج كده ونبدأ نشتغل. احنا انا بديكوا يا دوبك فكرة ازاي ايه الديجيتال سمايل ديزاين
وازاي ان بيحصل cooperation between the different branches of dentistry علشان في النهاية يعني بتاع البيريو بيشتغل كبيريو بيبدأ يعمل التريتمنت للجينجيفال تيشو بتاع السيرجري لو في امباكشن لو ريمينينج روت بيشتغل بتاع الاوبريتيف لو في اي حاجة فيها حشو بيعملها الكراون لو انا عندي اي بريدج اور كراون ممكن بنعمله الاورسو برضو لو في مالبوزيشن لون اوف الاسنان بيبدا يشتغل كل دول بيبقوا از تيم وورك كل واحد بيعمل شغله وبيدخله في السيستم بيبدا يقول هو عمل ايه او هيعمل ايه مع التعاون مع كل البرانشز ده بيديني في النتيجه كويسه للديجيتال سمايل ديزاين زي ما احنا شايفين دي اللي هي الديفرنت بوزيشن وبرضو ان احنا بنقول ايه بقى اللي هي الريليشن شيب بين الاسنان والكل البيكتشر دي هتساعدنا واحنا بنعمل ديجيتال سمايل ديزاين هنا يبقى احنا خلصنا المحاضرة الاولى وخلصنا اللي هي الديجيتال سمايل ديزاين يمكن انتوا لو شفتوا انا ركزت في الكورس ده اللي انتوا بتاخدوه ده كورس يعني محترم ومتقدم عشان تاخدوا فكرة على النيو برانشز في الاوبريتيف دينسري يمكن احنا في الاوبريتيف دينسري بنتكلم كتير على الاستاتيك دينسري وكل شغل السوق الوقت الاستاتيك دينسري لازم بناخد فكرة على الماتيريالز زي ان شاء الله الترم الجاي هناخد الريسنت ادفانسز سواء في الماتيريال سواء في التكنيك سواء في التول سواء في الاكويبمنت كل ده لازم ناخده لان هو ده شغل الاسنان اللي هو بتاع المستقبل ممكن الترم ده احنا خدنا الاستاتيك ريستوريشن بتفصيل اكتر خدنا اللايت خدنا الكلر خدنا الديجيتال سمايل ديزاين خدنا البروبلم اسوشيتد مع الريستوريشن اوف استاتيك خدنا هاو تو سولف سم او التكنيكس والماتيريالز يوز تو سولف البروبلمز اوف استاتيك ريستوريشن كده احنا خلصت اللي هو الاستاتيك الجزء الخاص بالاستاتيك هبدا اتكلم عندنا حاجتين حاجه مهمه قوي اللي هي الاديسيف سيستم لكن مش هبدا بالاديسيف سيستم النهارده هبدا بموضوع بسيط وكلنا محتاجينه اللي هي البوست اوبتيف بروبلم اند بوست ريستوراتيف بين اند هايبر سنسيتيفيتي يعني الموضوع ان انا وانا بشتغل بعمل كافيتي ايه الحاجات اللي ممكن تسبب الم للبيشن وازاي اعالجها او لو انا بوست ريستوراتيف يعني بعد ما حطيت الريستوريشن كمان والعيان روح حبدا يحصل له بين وبدا يحصل له هايبر سنسيتيفيتي ده موضوع المحاضره الجايه لو سمحتوا دقيقه واحده وان شاء الله اكون عندكم عشان نكمل يا دكتور ايوه